ومشاهدينا في هذه الأثناء نلقي نظرة على تحركات المؤشرات الأوروبية. بالفعل كما كنا نتحدث وكما كانت تتحدث رولا، ارتفاعات أسعار النفط ستترك تأثيرات على معدلات التضخم العالمية. لدينا طبعا ما سمعناه من البنك المركزي الأوروبي بأنه سيتبع نفس سياسة الفيدرالي، وذلك لاستهداف معدلات تضخم قد تفوق 2% للتعويض عن تراجعات التضخم التي شهدناها على مدى السنوات الماضية. عموما وول ستريت متوقع لها افتتاحية إيجابية بعد الارتفاعات التي شهدناها في الجلسة الماضية، مع توقع لنتائج الشركات الأمريكية وتحديدا المصرفية منها بأن تكون هي الأفضل من العام 2009. لينا قنوع محللة أسواق عالمية في إكويتي جروب تنضم إلينا. لينا أهلا ومرحبا بك معنا. بداية، توقعاتكم لتحركات المؤشرات الأمريكية بعد اقتراب مؤشر داو جونز الجلسة الماضية من مستويات 35,000 نقطة، إلى أي مدى نتائج البنوك الأمريكية والتي ستصدر خلال هذا الأسبوع ستدعم صعود المؤشر فوق هذه المستويات؟ نعم ماي، بالفعل اقتراب مؤشر داو جونز لمستويات 35,000، وعموما مؤشرات الاسهم الامريكيه عند مستويات قياسيه للاس ان بي 500 ايضا مستويات قياسيه. تاثيرات التضخم وخاصه ترقب للتضخم مؤشر اسعار المستهلكين اليوم، هذه النتائج المتوقعه ان يكون فيها انخفاض 4.9%، بالتالي سيكون لهذه البيانات تاثير على مؤشرات الأسهم الأمريكية، وخاصة في حال هناك انخفاض في التضخم. وأيضا كما ذكرت نتائج أعمال الشركات التي نترقبها، وخاصة هناك يعني توقعات بأن تكون أفضل من التوقعات، والشركات هناك يعني حديث عن الشركات المدرجة في S&P 500 احتمال أن تكون أرباحها أو نتائج الشركات توقعات ب 66% خلال الربع الثاني من هذا العام، فهذا كله سينعكس إيجابا على مؤشرات الأسهم الأمريكية. نحن نترقب بيانات العديد من البنوك اليوم، وخاصة لدينا جولدمان ساكس سوف نترقب نتائجه، توقعات بأن يكون ربح للسهم ب 9.57، أيضا متوسط توقعات المحللين 9.96 دولار. يعني إذا ما قارنا من 6.26 خلال الربع الثاني من العام 2020، وبالتالي أيضا هناك جي بي مورغان أيضا توقعات بأن ارتفاع بربح أن يحقق السهم ب 3.5 دولار، وأن يعني وتوقعات متوسط توقعات المحللين تكون ب 3.16 دولار، يعني بارتفاعات عن عام 2020. فالتوقعات إيجابية جدا للقطاع البنكي، وهذا ما شهدناه خلال جلسة أمس، ارتفاعات سواء لجولدمان ساكس وسيتي بانك بارتفاعات او مكاسب 2%. اذا نظرنا الى مكرر الربحيه لجي بي مورغان، نحن نتحدث عن 12.55، ايضا مكررات الربحيه تقريبا ب 8.16 ايضا لجولدمان ساكس. فتوقعات باستمرار الاسهم الامريكيه بشكل عام، وخاصه اذا نظرنا لمؤشر الثقه مؤشر فيكس، هناك تراجعات لهذا المؤشر من خلال الاسبوع الماضي، يعني تراجعنا الى 16، فهذا يدعم أن هناك استمرارية لسياسة التحفيز، وخاصة إذا كان هناك انخفاضات في التضخم في حال بقيت هناك تضخم، وأثبت الفيدرالي الأمريكي بأن التضخم عابر ومؤقت. يعني هناك ما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة للدولار لينا؟ نتائج الشركات. نعم، بالنسبة للدولار الأمريكي، في حال نحن نعلم أن الدولار الأمريكي في يعني يتأثر ببيانات التضخم، وبالتالي إذا كانت يعني المؤشر أسعار المستهلكين ارتفع ب 0.1% خلال عام 2020، نتحدث الآن عن 5% خلال الشهر الماضي. هذه الارتفاعات الكبيرة التي شهدناها مؤشر أسعار المستهلكين كان لها القوة أو الدافع لتغيير لهجة الفيدرالي الأمريكي حول تجديد السياسة النقدية، والتوقعات برفع عام أسعار فائدة مرتين عام 2023، وتوقعات من أعضاء الفيدرالي الأمريكي أن يتم رفعها بعام 2022. فبالتالي في حال كانت التوقعات لبيانات أو مؤشر أسعار المستهلكين أكثر من التوقعات، كان هناك شهدنا ارتفاع، سيكون أكيد هناك راح يكون التأثيرات بشكل
عام سلبية عفوا إيجابية للدولار الأمريكي، فبالتالي سوف يعني هذا يدعم أنه في هناك تجديد للسياسة النقدية، وربما سيكون هناك يعني ربما تقليص لبرنامج شراء الأصول سواء في الربع الثالث أو الربع الرابع، وربما يكون رفع لأسعار الفائدة، ولو كان هناك انخفاض للتضخم بأكمل أكثر من المتوقع سيكون هناك ستظل السياسة التسييرية وسيكون له تأثير سلبي على الدولار الأمريكي، وأيضا حالة التشاؤم والتفاؤل التي تسود الأسواق، ونحن في الوقت الراهن حالة التفاؤل وشهية المخاطر نحو أسواق الأسهم هذا يضغط على الدولار الأمريكي، فبالتالي مؤشرات الأسهم الأمريكية متوقعة في اتجاه صاعد، لكن في حال صدور البيانات أو نتائج الشركات نريد أن نركز أن أسواق الأسهم ستكون في حالة من التذبذب وربما بعض التراجعات، لكن في حال النتائج إيجابية سيكون ترند صاعد على أسواق الأسهم الأمريكية. دعيني أنتقل معك لينا إلى بريطانيا وتحديدا البنك المركزي والذي رفع القيود التي كان قد فرضها على أرباح البنوك البريطانية خلال جائحة كورونا، ما الذي سيعني ذلك بالنسبة للقطاع المصرفي هناك وتحركات أسهم هذا القطاع؟ نعم، بالفعل بعد يعني وقف او ازاله القيود اللي كانت مفروضه على التوزيعات النقديه للمساهمين، وكان ذلك سبب لحمايه البنوك ومن تداعيات جائحه كورونا وخاصه بعد الاختبار الذي قام به بنك انجلترا، ظهر التقرير بان هناك يعني تتمتع البنوك براس مال جيد جدا، فبالتالي هذا يعني ادى انه نحن متوقع انه يكون يعني دليل على التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وخاصة بعد مرور إنجلترا خلال عام 2020 وخاصة للربع الأول من عام 2021 بنوع من أو بركود، فبالتالي توقعات الآن التعافي الاقتصادي وخاصة مع اقتراب فتح الاقتصاد بشكل كامل حسب رئيس الوزراء بريطانيا بوريس جونسون، لكن هناك المشكلة أو المعضل من ارتفاع عدد الإصابات وخاصة بعد بطولة اليورو 2020، فبالتالي يعني لو ظهر أي ارتفاع ربما يكون هناك تأجيل لفتح الاقتصاد بشكل كامل وإزالة القيود المفروضة لجائحة الكورونا، فهذا سيكون له تأثير بشكل عام على القطاع البنكي. القرار الذي بوقف إزالة الوقف بالنسبة للتوزيعات النقدية للمساهمين، وأيضا سيكون إزالة القيود بشكل كامل سيكون لها تأثير على مؤشر طبعا فوتسي البريطاني وأيضا على الأسهم البنكية، وبالتالي سوف نشهد ارتفاعات ونحن نشهد ارتفاعات للHSBC وأيضا للباركليز، ارتفاعات شهدتها الأسهم اليوم وتوقعات بارتفاع أكثر، وأيضا جزيلا لك لينا. أنا أعتذر، فقط انتهى وقت هذه الفقرة. لينا قنوع محللة الأسواق في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا.